ما ينظرون إلى النجوم. أدركوا أن أطياف النجوم كلها تنزاح إلى الطيف الأحمر. فاندهشوا، هل معنى ذلك أن النجوم تتباعد عنا؟ وإذا كانت تتباعد عنا أين دور الجاذبية؟ ما الذي يمسك بأطراف السماء؟ بعد مجاهدة طويلة استغرقت أكثر من 30 سنة ثبت لعلماء الفلك أن من حقائق الوجود الذي نحيا فيه أنه كون دائم الاتساع، سموه The Expanding Universe، الكون المستمر في الاتساع. طبعا هذه الحقيقة لم يقبلها العلماء بسهولة، بقيت فترة طويلة. ويعجب المسلم أن يجد إشارة في كتاب ربنا تبارك وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة واقتدار، وإنا لموسعون. لو تسمح لي حضرتك كيما أفهم، يعني متى استقرت هذه الحقيقة؟ 1937 ميلادي، يعني قريبة جدا جدا. نعم. والقرآن نزل من 1400 سنة بهذه الحقيقة. نعم. وبهذا الوضوح الذي قد يفهمه إنسان مثلي ليس له اتصال بهذه العلوم الكونية ولهذه العلوم التجريبية. وهذا من أجمل يعني ما أراه في القرآن الكريم. القرآن كله جميل. يعني أنا أرى بحكم التخصص العلمي يعني أن من أجمل جوانب الإعجاز في القرآن الكريم أن الآية ترد بألفاظ محددة بسيطة واضحة، يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتكامل وتتوسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية دون تعارض ودون تصادم ودون تضاد. وهذا عندي من أجمل يعني لمحات الإعجاز في كتاب الله. البدو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استمعوا لهذه الآية الكريمة، والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون، قالوا السماء واسعة والذي خلقها بهذا الاتساع قادر على أن يجعلها أكثر اتساعا. لكن ما كان أحد يتخيل قبل بدايات القرن العشرين، يعني العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين، إمكانية أننا نعيش في كون دائم الاتساع. فيأتي العلم ليؤكد على هذه الحقيقة، ونص الآية يحمل هذا المعنى أيضا. وقد يرى القادمون من بعدنا في هذه الآية نفسها معنى جديدا يكمل هذا الفهم. تسمح لي نسبح سبحان من هذا كلام، سبحان من هذا خلقه. والتوافق ده أنا عشان تطمئن إن أنا فهمت من حضرتك. لا كل إذن بارك إن شاء الله. وأنا أجلس بين يديك تليمين صغير. لا العفو يا أخي الكريم. بارك الله فيك. يعني هذا التطابق، هذا التوافق بين هذه الحقيقة العلمية التي استقرت وبين هذا التعبير الواضح في آية القرآن الكريم، نخرج منه بنتيجة. تفضل. النتيجة إيه؟ أن العلماء قالوا إذا كان الكون يتسع ويتمدد باستمرار، فإذا عدنا إلى الوراء مع الزمن لابد وأن تلتقي كل شيء في الكون، المكان والزمان والمادة والطاقة، يتكدس ذلك كله في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء النظرية والكمية، يعني كأنها لا شيء. يقول كأنها لا شيء تماما. وأن هذه النقطة يعني انفجرت تحولت إلى سحابة من الدخان، وخلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. ويسمون هذه النظرية نظرية الانفجار العظيم. ونحن كمسلمين نقول نحن نؤمن بأن هذه النظرية كما نرى نقطة انفجار على الشاشة، انفجار من نقطة واحدة تناثرت مكونات هذه النقطة يعني في المكان والزمان، فخلق الله سبحانه وتعالى من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. طبعا نحن كمسلمين نقبل هذه النظرية، وهي أكثر النظريات قبولا عند العلماء، لا لأن علماء الفلك يقرون بها، ولكن وجدنا إشارة لها في محكم كتاب الله. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والخطاب للكافرين، يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني شهادة على طلاقة القدرة الإلهية، أن الله الخالق سبحانه وتعالى أوجد هذا الوجود المذهل في اتساعه. وهذا الوصف الدقيق أستاذنا. وكانتا رتقا ففتقناهما. يعني خلق هذا كله من نقطة واحدة. يعترف علماء الفلك وعلماء الفيزياء الفلكية أنها كانت تقترب من العدم. أنها لا شيء. فربي خلق هذا كله
من هذه النقطة. وأحد العلماء الغربيين المعاصرين اسمه ستيفن هوكينج، ورجل مقعد لكن وهبه الله سبحانه وتعالى عقلا يعني في الفيزياء الفلكية يعني نادر، وأستاذ في جامعة كامبريدج، يقول ثبت لنا أن الكون بدأ بعملية انفجار، ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتنافرها، لكن انفجار يتبعه بناء محكم الأبعاد والكتل والأحجام والحركات والدوران والسرعات لا يمكن إلا أن يكون قد سبقه تقدير عظيم لا يقدر عليه الإنسان ولا كل علماء الأرض. أستاذنا، يعني تسمح لي أفهم من من حديث حضرتك العلمية هذا الدقيق إن أي انفجار يحدث هذا الانفجار عشوائي طبعا، تتناثر الأشياء بدون نظام ولا ترتيب ولا شيء طبعا، لكن كون ينتج عن هذا الانفجار بناء منظم دقيق يبقى وراء هذا التنظيم وهذا البناء خالق عظيم، خالق عظيم أراد أن يكون الكون على هذه الصورة تبارك بهذا الله الشكل. تبارك الله أحسن خالق. وأيضا تتطابق هذه الحقائق العلمية مع كلام ربنا في القرآن سبحانه. سبحان من هذا كلام سبحانه وتعالى. تفضل أستاذنا. يقول ربنا تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طيب العلم الفلكي الآن وهو من أكثر العلوم تقدما يقول عنه العلماء حينما انفجر هذا الجرم الأولي يعني هذا الجسم الوحيد بيسموه the primordial body الجسم المفرد حينما انفجر تحول إلى سحابة من الدخان. والله يا أخي الكريم ظلوا لقرون يقولون غبار والقرآن يقول دخان. شوف الدقة. بعد أن أرسلوا مركبة خاصة تصور أطراف الكون تتجاوز طبقة السحاب وطبقة التلوث وتصل إلى شيء من الصفاء الكوني، صورت هذا الدخان على أطراف الكون وبدأوا يقولوا دخان. والدخان في اللغة وفي العلم جسم أغلبه غاز به بعض الجسيمات الصلبة، له شيء من الدكنة وله شيء من الحرارة، وهكذا كان نتيجة الانفجار العظيم. ومن هذا الدخان خلق لنا ربنا تبارك وتعالى الأرض وباقي أجرام السماء. ومن الغريب أننا نرى اليوم في صفحة السماء نجوم تتخلق من الدخان وتنتهي ينتهي أجلها وتموت فتنفجر تتحول إلى الدخان. فقال ربنا تبارك وتعالى وهو أحسن القائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تبارك الله. ففي ثلاث آيات تلخص لنا القرآن الكريم يعني أصعب قضية تواجه العلماء الآن. ولذلك أنا دائما أقول أن الذي يدخل إلى قضايا الخلق بأبعادها الثلاثة خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، أو إفناء الكون، إفناء الحياة، إفناء الإنسان، أو إعادة خلق الكون وإعادة خلق الحياة، خلق الإنسان دون هدايات ربانية يدخل نفقا مظلما لا يخرج منه أبدا. ولذلك كثير من العلماء ضائعون من كبار علماء الفلك في العالم ضائعون حقيقة، لأنهم ليست بأيديهم هذه الهداية الربانية التي أكرمنا بها ربنا تبارك وتعالى نحن معشر المسلمين. تبارك الله. أستاذنا في قصة الخلق وهذا التطابق بين آيات الله التي وردت في القرآن وحقائق العلم التي استقرت عند علماء كل تخصص في العلوم المختلفة، هذا التطابق التام إنما يصل بنا على حد فهمي ونحن ننطلق في هذه الحلقة من منطوق علمي، لا ننطلق من هوى ولا حب لشيء ولا كذا، من منطق علمي، من منهج علمي. هذا التطابق يقودنا إلى أن الذي أنزل هذا القرآن هو الذي خلق هذا الكون، وأن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا القرآن. إذن هذا الكلام هو كلام الله بمعيار العلم بعيدا عن أي معيار آخر. ولذلك أقول أن هذا أحد أسباب إيراد هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية في القرآن الكريم. فهمها الأقدمون على أنها شهادة لله بالألوهية، بالربوبية، بالخالقية، بالوحدانية، بالقدرة على البعث. ونفهمها نحن الآن بإضافة إلى ذلك بأنها جاءت خطابا لأهل عصرنا حتى يقوم